فجر أحد الحسابات على موقع ريدت الأمريكي مفاجأة من العيار الثقيل، حيث نشر وثيقة تزعم أن نسب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب الذي يعرف بعدائه للمسلمين والمهاجرين يعود إلى المهاجرين الأوائل الذين أتوا من بلاد الشام وتحديدا من سوريا. وجاء في الوثيقة التي عرضتها قناة CNN الأمريكية في تقرير لها أن جد ترامب هو بالفعل سوري هاجر من سوريا في نهاية القرن التاسع عشر، وفي حين تسجل الوثيقة المسربة أن والد الملياردير الأمريكي ومن عائلة ترامب، إلا أنه أي الجد وحسب مصادر الهجرة يحمل اسم عائلة الطيباوي، وقام بتغيير اسمه إلى ترامب لصعوبة حفظ الاسم الطيباوي بالإنجليزية. يا باطل يا باطل